خطة شاملة للشحن البري في دولة قطر تعمل على إنشاء نظام شحن متكامل فعال متعدد الوسائط لدعم متطلبات التنمية الوطنية وتوفير حلول النقل. تساهم هذه الخطة في دعم أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030. قامت الوزارة مؤخراً بإعداد هذه الخطة التي تأتي في إطار الاستراتيجية النقل والتخزين التي ننفذها مع وزارة التجارة والصناعة. تهدف هذه الخطة فعلاً إلى تعزيز وتطوير البنية التحتية لنهوض بقطاع الشحن البري في دولة قطر. تتضمن الخطة سياسات وأنظمة معايير وتخدم مستقبل قطاع الشحن البري والأعمال المرتبطة به في الدولة من حيث وسائط الشحن وساعات العمل، حيث تحتوي على عدد من السياسات الوطنية الداعمة لقطاع الشحن ومقترحات للعديد من المخططات والمشاريع حتى عام 2050. لا شك أن هذه الخطة تعمل على تحقيق التكامل مع قطاعات الشحن الجوي والبحري والبري ودعم سلاسل التوريد والإمداد، بما يعزز من خطط التنوع الاقتصادي والحلول الاقتصادية المستدامة بيئياً، ودعم المزايا التنافسية في التجارة الإقليمية والعالمية من خلال الربط بين الشركات والمنتجات والخدمات والأفراد ضمن منظومة نقل متكاملة ترتقي بهذا القطاع إلى أفضل المعايير والممارسات العالمية من حيث إنشاء نظام شحن متعدد الوسائط. لازم تكون درجة الموثوقية في القطاع اللوجستي درجة كبيرة جداً من خلال الوصولية ومن خلال الأهداف الأخرى، وأهمها هي الابتكار في هذا المجال، والذكاء الاصطناعي راح يكون في منظومة أساسية عندنا. الهدف الأخير هو الاستدامة. الاستدامة وهي تعني التكامل الكامل في استخدام الأراضي، راح يكون استخدام أمثل للأراضي اللوجستية. طبعاً السلامة المرورية هي من أولويات الدولة وأولوياتنا، وراح تكون من ضمن الخطة اللوجستية والطاقة النظيفة. الخطة العامة للدولة هو بالتحول إلى 2030 إلى طاقة كهربائية نظيفة، ماشيين في هذه الخطة. الدولة الآن وصلت تقريباً 70% من التحول الكهربائي في وسائل النقل العام، وصولاً إلى أهدافنا في 2030 إلى 100%